نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكل لا يعمل. نقوم بالضغط هنا على ضبط الإعدادات، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على تطبيقات، بعدها سوف نقوم بنزول إلى الأسفل والضغط هنا على تطبيق شئ، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على إيقاف الإجباري، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على مكان التخزين، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على مسح التخزين مؤقت، من ثم سوف نقوم بإيقاف عادة تشغيل الواي فاي خاص بكم، بعدها سوف نقوم بالذهاب إلى متجر جوجل. هنا سوف نقوم بالبحث عن تطبيق شئ، سوف يظهرنا على هذا الشكل، وعندما تجدون هنا تحديث قم بضغط عليه وسيتم تحديث تطبيقكم شئ. هكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة، ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة، ونراكم فيديو قريب.